ازاي بعمل اكونت على اي بي ام وبعدين ازاي اتعامل معاه. تمام، فتعالوا دلوقتي نشوف. هعمل لكم شير للسكرين. اوكي، اي بي ام بيكون فيه عندها جزء بيبقى فور فري، ان انت تقدر تعمل سيميوليت للسيركتس بتاعتك سواء كسيميوليشن او على ريل كوانتم هاردوير فور فري لبعض الاكونتس. في اكونتس ثانيه بتكون بريميوم. فاحنا السكوب بتاعنا النهارده ان شاء الله هيكون على الجزء بتاع الحاجه اللي فور فري. اول حاجه بعمل سيرش على اي بي ام كوانتم كومبيوتنج، هيفتح لي البيج دي. هبتدي اعمل لانش للاي بي ام كوانتم اكسبيرينس، ادوس عليها. انا عايزه اعرف بس الناس كلها شايفه معايا الشاشه كويس وكده؟ ممكن بس ترفعوا ايديكم لو انتوا شايفين كويس، تعملوا ريز هاند. الشاشة واضحة، الشاشة واضحة مظبوطة، كملي يا مريم. تمام، طيب نرجع تاني. دلوقتي بعد ما احنا عملنا، ثانية واحدة بس، باشمهندس كريم ممكن بعد إذنك بس تقفل الصوت. هو أنا قافل الصوت وفتحته دلوقتي وهقفله تاني اهو. تمام، شكرا. طيب أنا بعد ما بدخل على الـ IBM Quantum Experience بيطلع لي الجزء ده. الجزء ده بيبقى عبارة عن إيه؟ بيبقى عبارة عن البيج اللي ببتدي أدخل عليها. أول حاجة فيه عندي ممكن أدخل على عن طريق كذا حاجة، منهم مثلا لو عندك جوجل اكونت، اكيد كلنا عندنا جوجل اكونت، لو عندك لينكد ان، او ان انت بتعمل اي بي ام اي دي. طيب انا مثلا سي ان انا المره دي هدخل عن طريق اللينكد ان. تمام، بكتب الايميل بتاعي وبكتب الباسورد بتاع اللينكد ان وبيبتدي ادخل. لو مثلا لو انا عايز ادخل عن طريق اي حاجه تانيه، الموضوع بيمشي بنفس النظام. فانت شوف الحاجه اللي تريحك واعملها، ما ملهاش رول محدد. طيب دلوقتي تعالوا نشوف الهوم بيج بتبقى عبارة عن ايه. اول حاجة على الشمال هلاقيها، هلاقي الداشبورد. المفروض هنا بيكتب لي اسمي، بيشوف الريسنت سيركتس اللي انا المفروض عملتها، ايه الريزلت اللي انا طلعتها، وعلى الشمال في السيستمز اللي انا ممكن اتعامل معاها. تمام، ممكن السيستمز اجيبها عن طريق الشمال او عن طريق ان انا ادوس هنا واختار سيستمز. ايه الحاجات الغريبه اللي مكتوبه قدامنا دي؟ اول حاجه مثلا سي اي بي ام سانتيجو، ادوس عليه هبتدي الاقي بعض الانفورميشن. يعني مثلا النمبر اوف كيوبيتس اللي موجوده جوه السيستم ده، هو ده ريل كوانتم سيستم، يعني ده هاردوير مش مجرد سيميوليتر مثلا. فده بيستخدم 5 كيوبيتس. كوانتم فيديوم بتاعه 32. مثلا الجوبس اللي موجوده دلوقتي 57 جوب. فمثلا لو سي احنا عملنا جوب دلوقتي هنبقى رقم 58، يعني معنى كده ان في 57 قدامنا محتاجين يتعمل. في شويه انفورميشن برضو عن الايرورز اللي موجوده، مثلا نوع البروسيسور لو انت مهتم مثلا بالجزء بتاع الهاردوير. ننزل تحت هنلاقي التوبولوجي، يعني مثلا انهي كيوبيت متوصل مع انهي كيوبيت، وانفورميشن كتير جدا لو انت حابب تعرف معلومات اكتر عن السيستمز. تمام، طيب بالنسبه للفري انت يعتبر كان عندك لايك 9 سيستمز. في دلوقتي 3 سيستم دخلوا البنفرنس عشان هينزلوا في شهر 2 ان شاء الله، اللي هو كمان كام يوم هيبقى فيه ريليز لبعض السيستمز المختلفه. تمام، هنا عدد الكيوبيتس اهي. لو لقيت كلمه سيميوليتر جنبه معنى كده ان ده سيميوليتر. Other than that فهو ريل كوانتم سيستم. طيب ايه فايدة الكوانتم فوليوم؟ حد يعرف يعني ايه كوانتم فوليوم يا شباب؟ او يا دكاترة، لان معانا بقى ناس دكاترة اكيد هنا دلوقتي. ممكن بس اللي عنده فكرة ممكن يبقى ايه الكوانتم فوليوم، او ايه لازمته ان هو يبقى موجود؟ طب ما انا عندي number of qubits. By raising hands. يعني لو حد مثلا عنده فكرة، يعني تفتكروا مثلا كل ما يقل يبقى أحسن، كل ما يزيد يبقى أحسن؟
الكوانتم فوليوم هو مثلا لو انا افترضت ان انا عايز اشتري عربية، تمام، وقلت لك العربيات اللي موجودة وممكن تشتريها فيها 4 كراسي، هل دي enough information بالنسبة لك علشان تشتري العربية ولا لأ؟ اللي بيقول ان هي كفاية يخلي ايده زي ما هي، اللي هي بيقول ان هي مش كفاية، يعني محتاج معلومات اكتر من عدد الكراسي اللي موجودة، يرفع ايده لو سمحت. تمام، حد واحد بس شايف ان هو عدد الكراسي كفاية وعدد الكراسي مش كفاية، وبقية الناس مقتنعين ان عدد الكراسي كفاية عشان اشتري عربية. طيب حد كمان. تمام، بدأنا اهو. انت ما بتيجي مثلا تشتري زي عربية، اكيد مش كفاية ان انت تعرف مثلا عدد الكراسي، طب ما انت محتاج تعرف السرعة بتاعة العربية، محتاج تعرف مثلا اللون بتاع العربية لو انت بتهتم بالألوان وكده، الفرش من جوه عامل ازاي، الدايمنشنز بتاعتها، في كمية معلومات كتير محتاج ان انت تعرفها. نفس الكلام ده في الكوانتم فوليوم. الكوانتم فوليوم بيدخل معاه شوية حاجات بيعرفك اكتر عن السيستم والباور بتاعته، تمام. فانتوا لو حابين تقروا عن الكوانتم فوليوم ممكن تعمل سيرش على الكوانتم فوليوم وهو ازاي بيتقاس والكلام ده كله، عشان ده اوت اوف سكوب النهارده، بس انا كنت حابه اديكوا زي انترودكشن بسيطه ايه الفرق ما بين نمبر اوف كيوبيتس والكوانتم فوليوم، وهل هو ليه لازمه ولا لا. تمام، وطبعا ان انت كل ما الكوانتم فوليوم بتاعك بيكون اكتر كل ما السيركت بتاعتك تكون احسن، يعني انت كل ما الكوانتم فوليوم بيعلى كل ما السيستم بتاعك بيكون more powerful. تمام، نرجع تاني لل IBM system بتاعنا. هكمل، نرجع تاني لل jobs. المفروض ان انت دلوقتي لو عامل circuit بيظهر لك هنا، سو حاليا لسه ما عملناش circuit، فهندخل بقى على circuit composer. بيديني الاول زي introduction بسيطة ان انا ازاي اتعامل معاها، فانا هعمل لها skip، وطبعا انتوا لو حابين ان انتوا تتفرجوا عليها اول ما هتيجي تعمل اكونت هتظهر لك. تمام، فانا هقفلها وابتدي دلوقتي نتعامل مع الانترفيس. مبدئيا بلاقي هنا في عادي زي الحاجات العاديه، فايل، نيو، هعمل كوبي، هعمل اكستنشن، فيو اند سو اون. في بعض السيركتس دي دراج ودروب، دي احسن حاجه بقى موجوده في الكوانتم اكسبيرينس، ان ده انت مش محتاج قوي ان انت تكون عارف البروجرامينج لانجوج بتاعت الكوانتم اللي هتشتغل بيها، انت ممكن تعمل سيميوليت سيركت من غير ما تكتب سطر كود. تمام، فدي حاجه كويسه. دي هادامارد جيت، طبعا اكيد في السكول ذات نفسها اخدتوا نبذه عن هادامارد جيت. دي نوت سي نوت، دي طفلي جيت، بس دي طفلي جيت انت المفروض اخدتوا كذا شكل من طفلي جيت، فهنشوف دلوقتي ازاي نعمل طفلي جيتس مختلفه عن الشكل اللي هو 1 2 3. تمام، دي سواب جيت، دي الايدنتي جيت، دي بعض الروتيشنال جيتس مش هنتعامل معاها النهارده. ده كنترول، ده بيست الكيوبيت للزيرو، عشان ساعات الكيوبيتس ما بتبقاش اصلا زيرو، ممكن تبقى ب 1 وات سو ايفر. ده الميجرمنت، دي اف كونديشن والبارير مش هنتكلم عليهم النهارده. الاكس او اللي هو كنترول سكوير نوت، سكوير نوت جيت، سكوير نوت اوف نوت جيت، و في داجر. تمام، ده اللي احنا هنتعامل معاهم النهارده ان شاء الله. عايز اعرف هل انتوا اخدتوا البيل ستيت؟ الناس اخدت لور، خدت البيل ستيت ازاي تعمل سوبر بوزيشن. طيب عشان اعمل سوبر بوزيشن بعمل ايه؟ اول حاجه بجيب هادامر جيت وسي نوت بس كده. طيب اجيب هادامر جيت وسي نوت علشان اعمل بيرفكت سوبر بوزيشن بيتسمى بيل ستيت.
وهتلاقوها حتى من السيركتس الأساسية اللي أنت المفروض تعمل لها أبليكيشن على الكوانتم سيموليتر في الـ IBM. ده المفروض الـ expected outcome بيكون إيه؟ ممكن حد يرفع إيده مثلا ويقول لي الـ expected outcome؟ تمام، ممكن مش مهندسة أسماء. طيب أنا هفتح لك المايك، تقدري دلوقتي تقولي. هو تقريبا ال هادمر جيت كانت بتخلي ال probability بتاعت ان هو يبقى في 1 او في 0 بالنص، يعني نفس ال probability. وبعد كده هنعمل C not، ف C not دي هيبقى ال control هو ال qubit الأولانية بس. فلو هي مش عارفة صراحة. بصي هقولك، هو دلوقتي انا بيعمل الهادمرت جيت دي بتعمل perfect سوبر بوزيشن على الكيوبيت الاولاني، تمام، بتحوله لي لجزء منه كانه ب1 وجزء منه كانه ب0. وبعد كده الجزء بتاع ال0 ده او الجزء بتاع ال0 مش بيعمل ابلكيشن في السي نوت لانها كلوز، تمام، فبيبقى 0 و0 ما غيرش في حاجه. بس عندي الجزء بتاع ال1 بيبتدي ابلاي السي نوت جيتس على التارجت كيوبيت، فساعتها بيكون عندي بيرفكت سوبر بوزيشن من 0 0 زائد 1 1. تمام تمام ميرسي جدا. طيب نرجع تاني، يبقى انا دلوقتي عرفت ان هو البيل ستيت بعملها عن طريق ان انا احط هادمرت جيت وبعدها سي نوت. طيب نرجع ننزل تحت بقى نشوف هل الكلام ده هو السيميليتر يقدر يعمله ولا لا. ندوس على الرسمه دي، بيقول لك يعني دي المفروض ثيوريتيكلي ان البروبابيلتي بتاعه الميجرمنت 50% تطلع 0 0 0 عشان هو هنا بيشتغل على 3 كيوبيتس، و 50% بروبابيلتي 0 1 1. تمام، بس لاحظوا حاجه، هو قال لي هنا 0 1 1 كان ده 0 اللي هو الكيوبيت ده وادي 1 وادي 1. تمام، يعني هو شغلها بالعكس، لو كان عندي 4 كيوبيتس كانت هتبقى مثلا 0 0 1 1، فالحته دي حاول ان انت ما تلخبطش فيها. تمام، لو برضو عايز على كيو سفير ان انت تتفرج على شكل الكوانتم سفير ده افيلبل بالنسبه لك، بتشوف اهو تقدر ان انت تعمل لها روتيشن باي طريقه بحيث ان انت تفيجوالايز الكيوبيتس. الكلام ده معمول لحد 5 كيوبيتس، اكتر من كده ما بتبقاش الكيو سفير افيلبل. تمام، طيب تعالوا مثلا نعمل سواب جيت. هعمل ديليت لده عادي، بعمل لها سيلكت، بعمل ديليت سواب جيت. سواب جيت بتعمل ايه؟ بتبدل القيم بتاعه الاثنين كيوبيتس، بس هو هنا المفروض ان التو كيوبيتس هنا بزيرو، فتفتكروا اعمل ايه عشان مثلا يبقى كيوبيت منهم ب1 قبل ما يعمل لهم ابلاي؟ يعني عايزه مثلا حد يرفع ايده كده يقول لي اعمل ايه علشان الكيوبيت مثلا الاولاني يكون ب1 بدل ما هو ب0. انا عايزه الناس تانجيج، حتى لو هتقول حاجه غلط اتس اوكي، انتوا بتتعلموا يعني ما فيهاش اي مشكله ان انت مثلا لو في حاجه غلط فاهمها غلط، الاحسن ان انت دلوقتي مثلا المعلومه تتصحح لو لقيت مثلا معلومات كتير وكده. فممكن حد يرفع ايده بس بيقول لي اعمل ايه علشان اخلي كيوبيت الاولاني ب1 بدل 0؟ طيب اوكي انا هختار باشمهندس خالد طه. ممكن تقولي؟ مش عارفة. تقريبا مش معمل لك اون ميوت. طيب ثانية واحدة.
اوكي لحد بس ما نظبط موضوع المايك. انا هقول لكم ازاي نعملها دلوقتي. لو انا بفترض ان عندي الحاجه كانت 0 0، يعني كيوبيت الاول 0 وكيوبيت الثاني 0، لو انا عايز بدل ما هي تبقى ستيت 0 0 مثلا سي تبقى 1 0، فساعتها بمنتهى البساطه هحط نوت جيت على كيوبيت الاولاني، يبقى كده الانبوت عندي عباره عن 1 و0. تمام، المفروض ان الاوتبوت بعد السواب جيت لما تحصل هتبقى كام؟ حد يقدر ان هو يقول؟ حد يقدر يقول بعد ما عملت ابلكيشن للجيتس هتطلع بكام؟ by raising hands. طيب انا بس عايزه اتاكد، هو الناس تعرف ترفع ايديها ولا لا؟ يعني لو تعرف ترفع ايديها بس ترفع ايديها دلوقتي، لو مش هتعرف يعني هفترض ان هو لو مفيش حد رفع ايده يبقى محدش عارف يرفع ايده. اوكي طيب عامة هكمل دلوقتي. اللي هيحصل بعد ما انا عندي 1 و0 المفروض ان هما يتبدلوا مع بعض، يعني المفروض بدل ما هي تبقى 1 0 تبقى 0 1 بعد السواب جيت دي. فانا هنزل تحت واشوف probability، طلعت لي بدل ما هي 1 و0 طلعت 0 و1 فعلا، فتمام يبقى كده السواب جيت دي شغاله. طيب هشيل السكريبت جيت دي وابتدي اعمل لها دي كومبوزيشن اللي هي الاصل بتاعها ايه. الاصل بتاعها عباره عن 3 سي نوت جيت، بس بقى الفكره في ايه، ان هي المفروض بتبقى سي نوت جيت عاديه، بعد كده سي نوت جيت مقلوبه، وبعد كده سي نوت جيت عاديه. تمام، انا احط هنا كنترول وهنا التارجت. تمام، هتبقى بالمنظر ده. تعالوا نشوف هل طلع نفس الانسر ولا لا. بالظبط طلعت نفس probability، يبقى هو سواء انت استخدمت 3 سي نوت جيتس ورا بعضهم بالمنظر ده او استخدمت البيلت ان سواب جيت، الاثنين هيطلعوا نفس الانسر. تمام، طيب تعالوا بقى نعمل حاجه. ده انا عملت لهم سيلكت وقمت لغيتهم، يعني مثلا زي ممكن تعمل كده سيلكت وتقوم عامل دي. طيب دلوقتي هنفترض ان انا عايز مثلا اعمل ابني سيركت. السيركت دي ابتدي اعمل لها سوبر بوزيشن ل 3 كيوبيتس. يعني انا المره الاولانيه كنت عملتها على 2 كيوبيتس كانت طلعت كده. تمام، طيب افرض بقى انا عايز اعملها على 3 كيوبيتس اعمل ايه؟ كل اللي انا هعمله ان انا اغيره على البيل ستيت الاصليه، ان انا هجيب كنترول نوت او سي نوت جديده واحطها كده. تمام، يبقى انا كده عملت بيرفكت سوبر بوزيشن على 3 كيوبيتس. المفروض اللي انا متوقعه ان هو يطلع لي 2 ستيتس، يا اما 0 0 0 يا اما 1 1 1. تمام، تعالوا نشوف فعلا probability 50% 0 0 0 probability 50% 1 1 1. اوكي طيب هحاول دلوقتي ان انا اخليكوا تعملوا شير. ثانيه واحده، تمام. طيب ممكن بس حد يجرب يرفع ايده، مثلا سي مونيكا مجدي، ممكن تفتحي المايك وتأكد بس ان هو شغال اهو. طيب حلو جدا، شكرا. طيب نرجع تاني. فانا دلوقتي لو عايز اعمل بيرفكت سوبر بوزيشن على 3 كيوبيتس، فاللي انا بعمله ايه؟ هادمرت زي البيل ستيت الاصليه وبعد كده كمان سي نوت. تمام، ده الشكل على الكيو سفير. طبعا انت عندك ده هو الحاجه
بيربنديكولار عليها، يعني ده مثلا لو احنا بنتكلم على اقصى بوينت موجوده في الشمال اللي هو 000، هيبقى الستيت اللي تحت 111. طيب خليني بقى الغي دول، نبتدي على حاجه جديده. دلوقتي هنفترض مثلا ان انا عندي اوبتمايزيشن زي ما بدأنا ناخده. هل انا ينفع اعمل اوبتمايزيشن اوتوماتيكلي على السيميوليتر؟ لسه لحد دلوقتي ما اتعملتش، تمام؟ يعني انا مثلا المفروض ان انتوا اخدتوا، لو انا حطيت سي نوت بعدها سي نوت عاديه هنا، ممكن حد يقول لي الماتريكس اللي هتطلع ايه، او المفروض ده الايفكت بتاعها ايه؟ يرفع ايده بس ويقول لي تمام. المفروض دي حاجه انتوا واخدينها اوريدي، فهي المفروض يطلع عندك بايه؟ تمام، اتفضل يا خالد، اتفضل يا خالد. المفروض هنا عشان سي نوت وجي بعدها سي نوت فبيكنسلوا بعض، هيطلع لنا الناتج زيرو، ستيت زيرو. بص، المفروض ان انا اللي هيطلع لي بعد ما احط تو جيتس بيعملوا، يعني الابلكيشن بتاع الاولانيه بيلغي الابلكيشن بتاع الثانيه، يبقى انا بيطلع عندي ايدنتي ماتريكس. تمام، الايدنتي، تمام. تمام. فانا طالما عندي زي تو جيتس ورا بعضهم، المفروض المنطقي ان هو مثلا يبقى فيه زرار يقول لي اوبتمايز او حاجه، بس هو ما فيش للاسف، يعني لحد دلوقتي ما اتعملش الزرار ده. تمام، فاحنا بقى هنبتدي ان احنا نعمل اوبتمايزيشن بايدينا. يعني مثلا لو انا ببني سيركت كبيره جدا ولقيت في النص حاجتين زي كده، بقوم اعمل لهم سيلكت واعمل لهم ديليت. تمام، ابقى فاهم ان انا كده بعمل اوبتمايزيشن. طيب تعالوا مثلا نشوف، كان في بيبر موجوده زي مثلا كانت بتاعه الدكتوره رشا. الدكتوره رشا اللي اديتكم في ال يعني اديتكم في الكوانتم كومبيوتنج سكول. فتعالوا مثلا نشوف بيبر من اللي هي عملتهم او نشرتهم. مثلا لو انا عندي تو طفلي جيتس مبدئيا، ادي الطفلي جيت الاولانيه مثلا، الطفلي جيت التانيه ازاي ابنيها؟ لو انا مثلا عايز طفلي جيت عباره عن التارجت في النص والكنترول فوق وتحت، ممكن حد يرفع ايده يقول لي نعملها ازاي؟ ممكن ناس، بس خالد انت رفعت ايدك تاني ولا انا سبت انزل ايدك؟ وبس عشان الناس ما تلخبطش، خليه بس اللي يرفع ايده ان هو يفضل يعني ينزلها على طول. طيب ممكن ناخد فادي، اتفضل يا فادي. بنقل اللي هي النوت جيت دي اللي هي السطر اللي في النص، واحط الدوت دي في السطر اللي تحت بدلها. طيب ايه، جربتها؟ لا، ما جربتش على الكوانتم سيميليتور قبل كده. طيب هقول لك حاجه، المشكله في الكوانتم سيميليتور ان انا اول ما بحط الطفلي جيت مثلا ما بيدينيش الاوبشن ان انا ابدلها، فاهمني؟ بص، ممكن ابنيها من الكومبوننتس اللي فوق دي. حلو جدا، حلو جدا، ده بالظبط اللي احنا هنعمله. شكرا، ميرسي. اللي احنا هنعمله ان احنا مثلا نحط سي مثلا النوت جيت في النص، تمام، وانا عايز ان هي تكون ليها كنترول فوق وكنترول تحت، فاحط في النص اهو، وادي فوق وادي تحت. يبقى انا كده حليت مشكله ان انا مش عارف اخلي الكنترول كيوبيدز تكون مثلا، لو انا بدل ما انا عايزها 1 2 3 اللي هو ادي 1 2 3 والتارجت على 3، عايز مثلا اخليها 1 3 2، فساعتها كده قدرت ان انا اعمل كده. طبعا نفس الكلام برضو لو انا عايز التارجت على 3 والكنترول. معلش يا مريم، في ويندو ظهرت بتاع الايوبيت انستور ده، ثانية واحدة، ظهرت ويندو ايه؟ ايوبيت ان انستولر، تعملي ابجريد بالاعلانات بتاعتهم دي. لا انا مش عارفة، يعني ثانية واحدة، انا المفروض كاني دلوقتي شغاله على خلاص مشت. طيب تمام، طيب نرجع تاني. دلوقتي انا مثلا بدين برضو اخر حاجه اللي هي عباره عن ايه، عباره عن 2 3 1
كنترول كيوبيد 2 و 3 والتارجت على 1 تمام. فانا كده بمنتهى البساطه اقدر ان انا ابني السيركت بطريقه معينه. طيب نفترض مثلا ان انا عندي سيركت عباره عن ايه، عباره عن 1 3 2 اللي هي اول واحده دي، خليها في الاول. بصوا لاحظوا ان انا عملت دراج ودروب ازاي اهي، عادي باخدها وبمشيها معايا، وبعد كده 1 2 3 وده انا مش محتاجها تمام. فانا كده في حاجه اسمها كوانتم كوست. الكوانتم كوست بالنسبه للطفل جيت بيكون 5، بالنسبه مثلا ل 1 كيوبيت جيتس بتكون يعني 1 كيوبيت جيتس سواء 0 او 1 على حسب انت بتشتغل بانهي مترك، ولو بتبقى 2 كيوبيت جيت بتبقى 1. فانت عندك يا اما تكون ب 5 لو هي طفل جيت، بتكون ب 1 لو هي 2 كيوبيت جيت زي مثلا سي نوت، بتكون ب 0 او 1 على حسب انت بتشتغل بانهي مترك بالنسبه لل 1 كيوبيت جيت تمام. فانا هفترض ان عندي سيركت زي كده، ممكن حد يرفع ايده ويقول لي الكوانتم كوست بكام؟ طيب ممكن ناخد خالد. ممكن خالد تقولي كوانتم كوست بكام؟ مش عارف بصراحة. طيب اللي قدامك دول ايه؟ يعني الجيتس اسمهم ايه؟ توفلي. طفلي، حلو جدا. انا لسه قايله الطفلي جيت كانت الكوانتم كوست بكام؟ لو عندي وحدة طفلي جيت يبقى الكوانتم كوست بكام؟ ما سمعتش كام. ما سمعت. طيب الكوانتم كوست للطفلي جيت الواحدة كان بيبقى 5. تمام. تمام، يبقى السيركت اللي قدامك كام؟ الكوانتم كوست تبقى 10 بالظبط. يبقى الكوانتم كوست هيكون بكام طالما انت عندك 2 طفلي جيتس. بالنسبه بقى للاوبتمايزيشن اللي كانت دكتوره، شكرا جدا. طيب بالنسبه للاوبتمايزيشن اللي كانت دكتوره رضا عملته في البيبر بتاعها، ان هي بدات تعمل ديكومبوزيشن للسيركت. طيب هل اخذته مع دكتور محمد ازاي بنعمل ديكومبوزيشن للسيركت؟ كان بس حد يقول لي اخدناه. طيب اخدتوها. طب ممكن تقولي لي مثلا ممكن نعمل ازاي، يعني نعملها ازاي؟ يعني ولا لسه الموضوع مش يعني بالنسبه لكم مش ما حفظتوش قوي او كده؟ هو حضرتك قصدك على اللي هو الحاجات اللي كانت بالاكس اور وكده؟ لا مش الحاجات بتاعت الاكس اور، الحاجات اللي كان فيها الفي والفي تاجر، سواء اخدتوها مع دكتور رشا او دكتور محمد، هل اخدتوها ولا لسه؟ طيب anyway انا دلوقتي علشان امثل الطفل جيت الواحده، خليني بقى ارمي دي، يعني دي هشيلها خالص. وان انا مثلا لو عايز ابتدي اقول الطفل جدي لما هتطبق هنا طلع لي probability 0 و 0 لانه الانبوت فاليو 0 و 0 0. طيب ادي 0 ادي 0 يعني ده كده 1 1 1. تبقوا متوقعين لو انا عندي انبوت 1 1 1 يبقى الاوتبوت بعد ما هطبق عليها الطفل جيت هيبقى كام؟ ممكن حد يقول لي؟ طيب هتفضل زي ما هي ولا هتتغير؟ اللي بيقترح ان هي هتفضل زي ما هي ممكن يرفع ايده. اوكي طيب
هي هتتغير، هتتغير لان طبعا انت عندك الفيرست كيوبيت ب1 فالفيرست كنترول ب1 والسكند كيوبيت ب1 برضو، فيبقى كده عندك 2 كنترول كيوبيتس هيتطبق الجيت على التارجت. التارجت كانت ب1 في الاصل هتتحول ل0. تعال نشوف فعلا تطلع 011 تمام، يعني هي المفروض كانها 110 بس هي بتبقى مقلوبه في الاي بي ام، فانت تبقى عارف تقراها ازاي. تمام، حد عنده سؤال لحد دلوقتي؟ اوكي طيب نكمل دلوقتي. مثلا لو انا هعمل دي كومبوزيشن سيركت معينه، السيركت اللي احنا لسه عاملينها دي، احنا اتفقنا ان انا عندي مكان 000 طلع معايا 011 تمام، لكن 111 طلع 110. طيب هبتدي بقى افكك الطفل الجيت دي للديكومبوزيشن الاصلي بتاعها. مبدئيا كده هي المفروض بتبقى في كنترول في اهي، كنترول بيكون من 2 ل 3 دي هي سكوير نو سكوير روت اوف نوت جيت تمام. وبعد كده بحط V13 ADC12 وبعد كده 1223 تمام. بصوا بقى انا المفروض اما هنا بحط الفي في حاجه اسمها في دجر، طالما الفي دجر محيه احطها تمام، احاول احط لها كنترول مش هينفع. بصوا بيقول لك at this time we don't accommodate adding a control to this gate. طيب يبقى انا كده مش هعرف كنترول في دجر، بس اقدر ان انا من decomposition rules والoptimization rules ان انا احاول امانيبيوليت الموضوع ده. طيب هعمل لهم مانيبيوليت ازاي؟ طيب خليني اشير معاكم مثلا زي paint اللي نكتب عليه احسن. اوكي انا لو عندي مثلا كده ودي في جيت او في داجر مثلا انا عايزها في الاصل، ودي مش موجوده في الاي بي ام كوانتم سيركت او اي بي ام سيميليتر، فممكن اعمل ايه؟ ده من الاوبتمايزيشن رول ممكن ان هي تساوي سي نوت جيت وجنبها في جيت كنترول في تمام. يبقى انا ممكن اشيل الجيت اللي انا مش عارف اعملها على الاي بي ام دي واعملها اعمل لها ريبليسمنت بسي نوت جنبها في، فده اللي انا هعمله بالظبط. نرجع تاني، هبتدي اشيل ده اللي انا معرفتش اعملها واحط مكانها ادي سي نوت وادي في. طيب تفتكروا الكوانتم كوست بتاع الاتنين دول جنب بعض بكام؟ يعني الاتنين دول اللي انا عامله عليهم هايلايت كوانتم كوست على بعضهم بكام؟ ممكن بقى تكتبه في الشات مين بيقول 1 ومين بيقول 2، ما هو الكوانتم كوست بتاعها يا ب1 يا ب2 ملهاش حل اخر. طيب مش مهندس فادي ممكن تقولي هل اصلا الشات مسموح لكم ولا لا؟ الشات مقفول حضرتك يا باشمهندسة. طيب ثانية واحدة شوفوا هيتفتح ولا ايه. طب هقول لكم حاجة، هو المايك مفتوح للكل. ممكن تفتحوا. طيب ايوه تمام يا دكتور. طيب ممكن حد طيب يرفع ايده ويقول لي الانسر دي هيبقى كوانتم كوست ب1 ولا ب2؟
نختار حد. باشمهندس حسام، باشمهندس حسام تهاني، ممكن تقولي مثلا تعتقد ان هو بوان ولا تو كوانتم كوست؟ او لو حد يحب يفولنتير. طيب دلوقتي لو انا عندي سيركت او جيت الكنترول كيوبيت، هو كنترول كيوبيت اللي موجود في السيركت اللي بعدها، والتارجت كيوبيت هي التارجت كيوبيت اللي موجود اللي بعدها، فانا اقدر اقول ان السيركت دي اللي هي السيركت الصغيره دي اللي انا عامله عليها هايلايت، اقدر اقول ان هي بتكون جيت جديده من الكنترول والتارجت، والكوانتم كوست بتاعها هيكون بواحد. تمام، فانا دلوقتي الاثنين دول على بعضهم الكوانتم كوست بتاعهم بيكون بواحد. تمام، هكمل الديكومبوزيشن. اخر واحده انتوا فاكرين ساعة ما احنا حطينا النط لوحدها، اللي هي حطينا الطفلي لوحدها كانت طلعت ب 110. تمام، اما انا حطيت الطفلي وراها decomposition طلعت ب 111. معنى كده ان الابليكيشن بتاع السيركت الديكومبوزد اللي انا لسه بنياها هو اللي موجود على الشمال اللي هو الطفلي. تمام، فانا اقدر اقول ان الاثنين دول بيساووا بعض. في بعض السيركتس اقدر ان انا اعمل لها اوبتمايزيشن، يعني مثلا لو انا عندي سيركت زي دي وقبلها واحده تانية، وحبيت ان انا اعمل اوبتمايزيشن، تمام، انا كده بدات ان انا ابني اول سيركت اللي هي كانها بتساوي ده، هبني دلوقتي السيركت التانية. بس مهندسة، هو حضرتك اللي باين لنا الفيو بتاع البينت، حضرتك بتشتغلي على السيميليتر مش كده؟ ثانية واحدة، شكرا. بينت، شكرا. شكرا ان انت قلت لي. اوكي، نرجع تاني. يبقى احنا دلوقتي بنتكلم لو احنا مثلا عندي الطفل جيت بالمنظر ده، ممكن ان انا اعمل لها decomposition كده. تمام، طيب عايز مثلا اعمل كمان decomposition لدي بحيث ان انا اشوف الايفكت كام. مبدئيا كده انا هعمل select دول ارميها، يعني هعمل لها delete علشان اشوف الايفكت الاصلي بكام. طيب الايفكت الاصلي المفروض ان هي تطلع لي 110، يعني ده 1 ده 1 وده 0. تمام، تعالوا بقى نشوف لو انا عملت الديكومبوزيشن هيعمل ايه. يعني كده اول حاجه عملت ديكومبوزيشن لاول طفلي، هعمل دلوقتي ديكومبوزيشن لتاني طفلي، ديكومبوزيشن بتاع الطفل دي هتبقى ادي الاكس اللي هي الفي، وبعد كده ادي النوت، وبعد كده ال V. بس ال V بقى المفروض ان هي المرة دي ال V دجل، هعمل V وجنبها C نوت، ادي C نوت، بعد كده كمان واحدة. اوكي، بعد كده واحد اتنين تلاتة أربعة، فاضل كده واحدة. طيب ده كده انا لسه ما عملتش اوبتمايزيشن. تمام، يعني انا مجرد فكيت اول واحده اول سيركت دي
فكيت تاني سيركت. تمام، يعني دي كده 1 2 3 4 5 ودي 1 2 3 4 5. تمام. طيب انا دلوقتي المفروض الانسر بتاعتي تطلع ايه على حسب السيركت الاصليه. فمثلا ممكن بقى اشيل كل ده واحط حاجه تانية موجوده اوريدي في البيبر بتاع الدكتور رشا، المفروض ان هو ده اوبتمايزد للشكل اللي قدامي. يعني لو حطيت الطفل دي وراها الطفل دي اللي هي 1 3 2 بعد كده 1 2 3 هيطلع معايا شكل اوبتمايز. فاحنا المفروض الاصل بتاعنا كان ايه؟ 101. تمام، تعالوا بقى نشيل دول ونحط الديكومبوزيشن تاني. ادي كده في. طبعا الكلام ده بس هو مجرد اكسبوجر. يعني ايه كلمه ديكومبوزيشن؟ انما عادي جدا ان انت يبقى بالنسبه لك الموضوع جديد، يعني ده ريسيرش توبيك مش سهل. وبعدين ادي النوت. ادي بي. بعد كده سي نوت. تعرف الحاجة دي عايزة بس أتأكد هل الناس معايا ولا حاسة إن هي تاهت؟ عايزة بس أتأكد هل بالنسبة لكم الكلام ده تمام ولا لأ؟ زي البي. طيب نشوف ايه رأيكم في السحر ده. يبقى انا كده دلوقتي اقدر ان انا اعمل دي كومبوزيشن لبعض السيركتس بحيث ان يبقى فيه كوانتم كوست اقل من الكوانتم كوست الاصلي. يعني احنا في الاصل كانت زي ما خالد قال ان انا او فادي مش فاكره خالد ولا فادي قالوا ان الكوانتم كوست المفروض ان هو يكون ب10. تمام، تعالوا بقى نعد ده. ده قلنا اتفقنا ان هو كوانتم كوست الاثنين مع بعض بواحد، يبقى كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. طيب دول كمان المفروض ان هما هيتجمعوا كسيركت واحده لان نفس الكنترول ونفس التارجت. يبقى كده ارجع تاني 1 2 3 4 5 6 7 8 9. تمام، يبقى كده انا قللت الكوانتم كوست اللي موجود عندي. دي كانت السيشن مينلي بتاعه النهارده، مجرد بس انترودكشن بسيطه ازاي ان انت بتتعامل مع الكوانتم اي بي ام. اخر حاجه هبتدي احط ميجرمنت. لو انا عايز اعمل ميجرمنت لاول كيوبيت، ده لو عايز اعمل الكيوبيت اللي بعده، ده لو عايز اعمل الكيوبيت الاخير. تعالوا بقى نبتدي نعمل سيميليت دي السيركت دي ونشوفها على الريل كوانتم كمبيوتر هتطلع بكام. احنا المفروض ثيوريتيكلي تطلع الستيت 100، يعني 101 probability 100%. تعالوا نشوف بقى الكلام ده على ريل كوانتم كمبيوتر هيبقى بكام. مبدئيا كده انا ممكن اختار السيتنجز، مثلا ممكن اختار الكوانتم كمبيوتر اللي انا هعمل عليه سيميوليت. يعني مثلا انا هنا شغلت 3 كيوبيت، فممكن اختار سيستم من السيستمز اللي عباره عن 5 كيوبيتس، مش محتاج الحاجات التانيه عشان يبقى حتى الويتنج تايم اقل بكتير. تمام، يعني ده مثلا 5 ده 5 ده 15. فمثلا تحبوا نختار ايه؟
نختار سانتيجو ولا أثينز؟ عايزة الناس تنجيج معايا، يعني تحبوا نختار أنهي سيميليتر؟ عشان اللي انتوا هتختاروه دلوقتي هنعمله تجربة عملية. طيب أسماء، إيه رأيك؟ نختار إيه مثلا ككوانتم سيميليتر؟ تختار أول هو واحد انا ولا تاني امبارح واحد؟ جربت اللي هو اثينز ده، إيه رأيك؟ مش نختاره. نختاره ولا نختار حاجة جديدة؟ في بصوا ايه؟ أهم حاجة ما نختارش حاجة في المينتنس، تمام؟ يعني ما نختارش الحاجة اللي موجود جنبها أصفر دي، نشوف حاجة من فوق. طيب ممكن نجرب بقى سنتين. نجرب، ماشي نجرب سنتين. أوكي هتلاقوا حاجات هنا جنبها مثلا number of shots. number of shots مثلا ده بيقول لك هل انت عايز تكرر السيركت كام مرة، هل مرة واحدة، مرتين، 3 مرات and so on. الديفولت بتاعها بتكون 1024. انت ممكن تزود في number of shots دي لحد الماكسيمم بتاعك 8192، تمام؟ الجوب ليميت ان انت تكون عندك 5 جوبس بتكون بترن مع بعضها. يعني مثلا انا بعت سيركت ولسه ما اتنفذتش، بعت السيركت اللي بعدها ولسه ما اتنفذتش، ده عشان بس الاكونت بتاعنا بيكون فري مش بريميوم يعني، تمام. تاني حاجه اقدر ان انا اشوفها في الانترفيس ده الكود. يعني هنا بمنتهى البساطه انا ما كتبتش اي كود، يعني كل ده انا شغاله دراج ودروب معاكم. ما بدوست على كود هنا هلاقي الكود اللي موجود، وممكن كمان افتحه في الكوانتم لاب. فدي حاجه جميله جدا ان هي فتحت لي جوبيتر نوت بوك، اقدر ان انا اغير فيها واغير في السيركت اللي انا عايزه، تمام. فنرجع تاني، احنا السكوب بتاعتنا ما فيش النهارده، يعني مش هنشتغل على الجزء بتاع البروجرامنج، بس برضو لازم تبقى عارف ازاي ان انت تقدر تجيب الكود من حاجه مختلفه، تمام. تعالوا بقى نعمل ران على الـ IBM سانتيجو ونشوف في الاخر المفروض ان هو هيطلع لنا كام. طيب اول حاجه قال لي ان هو الجوب اللي هو الجوب اللي هو السيركت اللي انا بنيها راحت للكوانتم كمبيوتر ده، لسه هي بيتعمل لها فاليديشن، متوقع ان هي يتعمل لها ران خلال 22 دقيقه. هي دخلت في الكيو خلاص، بدوس عليها بيبتدي ان هو يفتح لي بيج تانيه. البيج التانيه بتبقى عباره عن ايه؟ بيقول لي الـ number of circuits، انا عامل سيركت واحده مثلا اتعمل لها creation امتى بالظبط، بحيث ان انت لو مثلا بتعمل شغل ريسيرش او حاجه يبقى الحاجه عندك بالديت. مثلا انا عملت السيركت الفلانيه في اليوم الفلاني وطلعت الريزلت الفلانيه and so on، تمام. مش بس كده، ده بيقول لك الوقت بتاع كل حاجه انت عملتها. مثلا الفاليديشن خد قد ايه ملي ثانيه، مثلا في الكيو هتقعد تقريبا قد ايه، الران ذات نفسه هياخد قد ايه وقت وهتخلص امتى، تمام. طيب حتى نمبر اوف شوتس موجود هنا عندك الاثنين كود، سواء كود الاولاني او الكيو بتاع كيسكت، الاثنين موجودين، تقدر ان انت تعمل له كوبي وبيست وتدخل على النوت بوك بتاعك وتغير فيه، تمام. طيب لحد ما هي تتعمل لها ران. دلوقتي هبتدي افتح الباب بتاع الديسكشن عشان لو حد حابب يسأل سؤال، وبعد كده ان شاء الله هيبقى كده اخر حاجة موجودة عندنا في التوتوريال، تمام. فممكن لو حد حابب يسأل على حاجة يرفع ايده بس، ولا كله واضح؟ يعني الحمد لله السيشن كانت جميلة، كانت سهلة بالنسبة لكم. عايزة أي فيدباك، يعني الناس، أنا عايزة الفيدباك بتاع الناس. هي السيشن جميلة قوي، بس هو موضوع الديكومبوزيشن ده ممكن احنا لسه مش فاميليير بيه قوي يعني، فبس. طب بصي، يعني هو انا بس اللي انا كنت عايزه اوريه لكم ان انتوا ممكن نفس السيركت اللي مثلا بتاخد كوانتم كوست كبير ان انت تحاولي تقلليه بطريقه معينه، انما انا مش الهدف بتاعي قوي ان انا اقول لكم الديكومبوزيشن مثلا بتاعت الطفل دي عباره عن ايه، فاهميني؟ بس الهدف بتاعي اكتر ان انا اوريكم ان السيركت دي هي السيركت دي، عشان كده واحده لغت الابلكيشن بتاعت اللي بعدها،
ده ما مش عايزاكم ان انتوا تحفظوا مثلا ازاي بعمل decomposition للطفل جيتس، بس تبقوا عارفين ان في حاجة اسمها decomposition، وعارفين ان من decomposition ده اقدر ان انا reduce الكوانتم كوست، يبقى عندي كوانتم كوست اقل. هو ده زي اللي هو في الكلاسيكال برضو يعني، صح؟ ان احنا برضو ساعات بنعمل كده، زي في الكلاسيكال ان احنا ساعات برضو بنعمل كده في اللوجيك يعني، عشان نقلل الجيتس اللي بنستخدمها. ما هو بصي يعني هو شغال مثلا reversible computing، يعني الكوانتم كومبيوتنج معتمد على الريفرسبل كومبيوتنج، فطبيعي ان انت بتحاولي الى حد ما تقللي الكوانت الكوست عامه، سواء بقى كوانتم كوست او كوست تاني في الاثنين، فهي نفس الفكره، بس ده عشان تبلدي مثلا سيركت من الكوانتم تحاولي تقللي الكوست على قد ما تقدري. يعني دي من فيلد من ضمن الفيلدز الموجوده في الكوانتم. ايوه يعني في ناس مثلا في الجروب بتاعنا ريسيرشرز مهتمين جدا بازاي ان انا افك مثلا الطفل جيت دي واحطها مع اللي بعده علشان في الاخر تطلع لي حاجه معينه. فهمت قصدي. تمام شكرا. العفو. احنا بس مستنيين السيركت، احنا كده خلاص فاضل لنا السيركت بس ان هي ترن ويبقى خلصنا. فانا قلت ان انا ايه ادردش معاكم شويه عشان لو حد عنده سؤال او كده. يا دكتور. ايوه اتفضل. معلش، هو انا كان عندي كذا سؤال فهبدا بالديكومبوزيشن. هو احنا دلوقتي في الكلاسيكال او في اللوجيكال لو عندنا كومبوننت كامل على بعضه لو فكناه ممكن دوت الفكه ديت، او ان انا مثلا اخلي الريزلت عشان اطلعها في الاخر بتمر على اكتر من كومبوننت ممكن ياثر على الاكيوريسي او البرفورمانس او الـ يعني الريزلت ممكن ما تبقاش هي. فهل الديكومبوزيشن برضو في الكوانتم بيعمل نفس الكلام؟ يعني مثلا لو توفلي وفكناها كده ممكن يبقى الاكيوريسي اقل. طيب هقول لك حاجه، السؤال ده حلو جدا. يا انت اسمك سيف صح؟ السؤال ده حلو جدا يا سيف. بص، انت في كليه علوم ولا في اليابانيه ولا انت جامعه ايه؟ انا خريج حاسبات القاهره بس بحضر معاكم في اسكندريه ماستر. طب حلو جدا. لسه في البري يعني. حلو، يعني انت دلوقتي تعرف تعرف تجيب الكونتاكت بتاعي من الجروب بتاع من الجروب بتاعنا يعني صح؟ اكيد هعرف اوصل لك. حلو جدا. عايزاك تعمل تاسك صغيره خالص. هي عباره عن ايه؟ مش انا فكيت معاكم طفلي واثبتت لكم ان الفكه بتاعت الطفل هي الطفل جيت وهي ما تعملهاش دي كومبوزيشن، فكل اللي انا عايزاه منك حاجه معينه، مره هترن سيركت على نفس الاي بي ام يعني بنفس الشوتس بنفس الكوانتم هاردوير ذات نفسه، يعني مثلا زي اخترت سانتيجو فبرضه هتختار سانتيجو في الثانيه، مره تحط لي طفل جيت عاديه ومره ثانيه تحط لي طفل جيت دي كومبوزد وتبتدي تعمل ما بينهم كومباريزن. ده كده 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 ينفع ان هو يطلع لك يعني زي مثلا بي دي اف او مش بي دي اف، بيطلع لك بي ان جي فوتو كده ممكن هي بيكون فيها كل المعلومات، وتعمل لي ما بينها مقارنه تمام، وتشوف هل هيفرق معاك حاجه ولا مش هيفرق. تمام تمام هو تمام هعملها كده وبعدها لحضرتك. خلاص اتفقنا. السؤال الثاني هو احنا بنرن سيركتس كتيره او فانكشنز كتيره او اوبريتورز كتيره، هو دوت لو احنا رنناه الايند مع ستراكشر معين للكوانتم، يعني احنا يعني بشوف كوانتم كمبيوترز مبنيه كل واحد بستراكشر مختلف، فهل هل ده فاكتور ان احنا مثلا ستراكشر معين ممكن يبقى مع الاوبريتور دوت مظبوط او بيطلع لي ريزلت، او مع الاوبريتور الثاني ممكن لا ما يطلعليش نفس الاكيرسي او نفس الريزلت بالظبط او تبقى قريبه منها، ولا ده مش فاكتور اصلا؟ بص هقول لك، انا عن تجربه، انا اكلمك الكلام ده عن تجربه، عن تجربه لقيت ان ممكن يبقى الاستراكشر بتاعه الكوانتم كمبيوتر بتختلف في الريزلت، بتختلف في الاكيرسي مش في الريزلت، يعني مثلا حاجه تطلع لايك 70% اكيوريت وحاجه تانية بتبقى مختلفه. تمام، فاللي انا بقوله لك ده فروم اكسبيرينس. تمام، يعني بيأثر حتى لو بسيط حاليا. ده اللي انا شفته. تمام تمام اوكي. هو يعني
احنا نقدر يعني قدام يعني يعني انا سؤال في اسئله ممكن تبقى وجوديه شويه بس هو سؤال وجودي معلش يعني احنا نقدر نبني استراكشر او نقدر نوصل يعني للكوانتم كمبيوتر يمنع بقى حاجه زي كده يبقى فول دايناميك مع كل الاوبريتورز ومع كل الالجوريزمز ما يبقاش فيه اي اختلاف يعني حاليا في كلاسيكال صعب جدا ان انا الاقي يعني اختلاف اللهم مثلا الدايناميك بروجرامينج والديستريبيوتد بروجرامينج ساعات بتختلف على الاركتكتشر بتاعه البروسيسور والحاجات دي يعني هل ممكن نقدر نوصل لمرحله زي كده؟ بص هو زي ما انت قلت بالظبط ده سؤال وجودي فيعني انا ما اقدرش ادي فيه اجابه فاهم يعني هو بص هقول لك حاجه يعني عامه لو الناس اخذت الاجابه مثلا ان هي ايه لا ما ينفعش يبقى الناس هتوقف ريسيرش تمام فعامه حاجه زي كده هو ما اعتقدش ان احنا ممكن نوصل لحاجه زي كده بس في نفس الوقت مش هنقول ان احنا مش هنوصل فاهم خلي الناس تعمل ريسيرش خلي الناس كل واحد عنده فكره معينه يمكن حد مثلا يوصل لحاجه اوبتيمال مش اوبتيمال بالمعنى الاوبتيمال انا بتكلم ان هو يحسن من الحاجات اللي موجوده حاليا تمام فاحنا مثلا عامه يعني انا عن نفسي شخصيا ما بحبش مثلا اقوم قافله حاجه معينه واقول لا دي مش هتنفع لا خلي الناس تجرب زي ما انا قلت لك مثلا جرب مش انا قلت لك جرب على موضوع الكوانتم سيركتس ونشوف ففي نفس الوقت يعني مش هقول ان هي هتحصل بس خلي الناس ان هي تعمل ريسيرش يعني وتحاول تلاقي حاجات احسن تمام شكرا يا سيف هتقول ان هي مش هتحصل دي من باب ان حضرتك شايفه من اللي فات في كاكسبيرينسز وحاجات كده ان هي صعبه حاجة بص اقول لك حاجه احنا طالما ما فيش حاجه في ايدينا ما نقدرش ان احنا نقول او لا فاهمني بس كده طيب. شكرا الاسئله بتاعتك حلوه في اسئله حلوه فعلا طيب حد تاني عنده سؤال لحد بس ما نعمل السيميوليشن نشوف طلع بايه طيب كله فاكر دلوقتي الكوانتم كوست بكام هو كده فاضل لي يعتبر 8 دقايق كله فاكر كوانتم كوست مثلا بتاعه التوفل بكام نشوف مين فادي فادي فاكر كوانتم كوست بكام الطفلي 5 5 الحمد لله طيب ولو عندي سي نوت يبقى الكوانتم كوست بكام الكوانتم كوست ب 2 ب 1 صدقني مفيش 2 خالص مفيش 2 احنا عندنا الكوانتم كوست 0 يا ب 1 يا ب 5 تمام طيب فعلا زي ما قلت صح الطفلي 5 و C not 1 اتفضل عندي النوت هي بتبقى يا اما ب 1 يا اما ب 0 على حسب انت بتعد بأني طريقة تمام شكرا جدا كنت عايز اسال حضرتك مشمهندس هو لو عايز اعمل اكسبورت السيركت دي بالدايجرام العادي اللي احنا بتاعنا ده لو عايز اكسبورت الدايجرام نفسه عشان اخده بعد كده في نوتس في حاجه في بيبر ممكن جدا يعني بعمل الموضوع ده بص هقول لك حاجه تعالوا دلوقتي هو دلوقتي باين عندك السيركت تمام مظبوط تمام بص فوق بقى هتلاقي زي ثلاث حاجات كده فوق بعض صغيرين مثلا داونلود بي ان جي اوكي المفروض بعمله داونلود دلوقتي هدوس عليها تمام بس وير ماجيك لايك ماجيك يعني كانه حاجه سحريه كده وفعلا انا استخدمتها في بيبر دلوقتي شغال عليها ده موضوع الاي بي ام نفس الكلام ممكن تعمله في الميجرمنت نفس الكلام ممكن تعمله في الكيو سفير يعني ممكن ان هي تتعمل باي طريقه وكمان الريزلتس عندك الاوبشن ده بس هي تطلع بس يعني هي الدايجرام نفسه بيبقى شبه بالظبط نفس الصوره دي ولا بيبقى دايجرام بنفس النوتيشن بتاعتنا دي تعال نجرب ادي داونلود بي ان جي جزء منها وطبعا طالما بي ان جي هي مش حاجه ستريت دي تقدر ان انت تعمل لها روتيشن او كده اكيد هي جزء منها
هو ده اللي بيتعمل شوت. هقول لك حاجه، احنا دلوقتي ما عملنا لها داونلود بالمنظر ده طلعت لي كده، تعالوا مثلا نحرك السيركت مثلا نخليها كده ونشوف هل هي هتتغير ولا لا. اهي اتغيرت. فهو لحد ما كانه بياخد سكرين شوت من الكرنت بوزيشن بتاع الكيو سفير ويبتدي ان هو يعمل له داونلود. تمام. بالنسبه للسيركت اللي هي اللي فوق دي اللي هي الثلاث سطور دول، اللي هو بيطلعوا زي ما هم كده ولا بيتحولوا للنوتيشن تانية اللي هو النوتيشن العاديه بتاعتنا؟ لا مش فاهمه. بمعنى السيركت السطر الاولاني اول الثلاث سطور دول، ايوه، لو انا عاوز اعمل لهم اكسبورت، عاوز اعمل الاكسبورت للدايجرام ده، بيطلع بنفس النوتيشن اللي هي بنستخدمها في الليتريتشر كده ولا بيطلع ملون بالمنظر ده؟ يعني احنا لسه فاتحينها حالا كانت ملونه عادي. اه تمام. وفي بقى الار سي فيور ممكن ان هو يعني مثلا بيبقى شكلها مختلف على حسب اني حاجه بنشتغل معاها. تمام شكرا. لا طيب، حد تاني حابب ان هو يسال على اي حاجه؟ لسه عندنا لايك 5 minutes ولا حاجه مع بال ما هو يرن. لاحظ ان هو الناس طبعا بتحب ان هي تعمل سيميليشن لانه فور فري، وفي نفس الوقت الحاجه كانك بتشتغل على كوانتم، او هو فعليا بتشتغل على كوانتم كمبيوتر. فهتلاقي نمبر اوف جوبس مثلا ان في حاجات تانية قبليك بتحاول ان هي تخلص. يعني مثلا هنا كان بيني فاضل 4 minutes عشان ارن السيركت بتاعتي. وانا عندي سؤال. اتفضل. هو انا دلوقتي لو مثلا بكتب يعني مش ببيلد السيركت بالطريقه دي، اللي هو بكتبها على جوبيتر نوت بوكس، اللي هو انا عايز احط تفولي جيت وبعدين ارنه على كمبيوتر، على كوانتم كمبيوتر. نقول مثلا انا استخدمت جيت مش فاندمنتال جيت، يعني حاجه زي تفولي جيت بس اللي هو بيكون فيه 3 سي نوتس مثلا او 4 سي نوتس لما بكتبه بالكود، لما ببعته بقى على الكوانتم كمبيوتر يعني كاسكت بيوم يعني عمل ترانسفورميشن من الاربع سي تفولي جيتس دول، بيديكمبوز دم لحاجات فاندمنتال اكتر. هل هو بيعملها باكتر طريقه افيشنت ولا بيعملها باسهل طريقه يعني ولا؟ بس هي محتاجه تجرب. دي محتاجه تجربها، لان مثلا حاجه زي الديكومبوزيشن العاديه خالص اللي هو موضوع ان انت مثلا لو حطيت 2 سي نوتس جنب بعضهم، ده المفروض يعتبر كانها اي بي سي اوتومايزيشن ما اتعملتش. فموضوع بقى 3 كنترول كيوبيتس مثلا او كده هي ممكن ان هي تتعمل يعني. بس هقول لك حاجه، الكود ذات نفسه طالما موجود ممكن ان هو يتحول عادي، ما فيهاش مشكله. هي اللي ممكن يبقى عندك مشكله فيها الكيو سفير. فالكلام ده محتاج برضو زي فادي بالظبط تعمل السيركت وتشوف هل ده بيطلعها باكتر طريقه افيشنت ولا لا. تمام تمام اتفقنا. تمام شكرا. طيب تعالوا نشوف فضل لنا قد ايه وقت. 2 minutes الحمد لله اخيرا قربنا نوصل. طيب حد فاكر احنا المفروض يطلع عندنا اصلا الانسر بكام؟ الستيت 101 هتطلع لنا بروبابيلتي 100% مش كده؟ تمام. بس احنا بنقولها مش بنقولها 101، بنقولها 101. تمام. وتطلع المفروض ان هي 100%، ف يا رب بقى تطلع كده. شكرا يا فين. لو سمحت انا عندي سؤال. اتفضل. لو انا مثلا بنيت سيركت بس مش عارف اعمل ديكومبوزيشن للحاجات اللي انا عملتها بحيث ان انا اقلل الكوست، هل في مثلا مكان اقدر اعرف يعني اعرف منه ان انا اقلل الكوست او اعمل ديكومبوزيشن للكومبوننتس اللي عندي؟
في بيبرز، يعني مثلا في بيبر بتاعت دكتور محمد ودكتورة رشا منشورة اوريدي بتتكلم عن الموضوع ده، فممكن تقرا بيبرز بتاعتهم. وانا حاليا شغالة برضو على بيبر في موضوع الـ Quantum Cost Reduction، فان شاء الله برضو ما تتنشر. يعني احنا هنحاول على قد ما نقدر في الجروب بتاعنا نعمل شير حتى للحاجات اللي احنا عملنا لها publish، تمام؟ فممكن وقتها الموضوع بيبقى سهل، تقدر يعني مع الوقت طبعا بيكون اسهل ان انت تقرا البيبر ازاي وكده. فلا يعني هتلاقي ريسورسز كتير تقدر منها تعرف الاوبتمايزيشن رولز، يعني دي ما تقلقش منها. يعني هم مش متجمعين كلهم في مكان واحد بحيث ان انا ما اقعدش. هقول لك حاجه، في ناس كمان بتبتدي ان هي تكتشف، تمام؟ يعني في ناس بتحط رولز جديده، فالكلام ده كله لازم يكون updated. مش مثلا زي هقول لك حاجه، الكوانتم كومبيوتنج مثلا مش زي بعض الساينس التانيه، لا ده ممكن حاجات جديده بتطلع عشان هو يعتبر الى حد ما مش ساينس قديم قوي، فممكن مثلا مع الوقت تلاقي رولز جديده بتطلع، فده لازم تكون updated اولا بالحاجات القديمه اللي موجوده، او مثلا مش القديمه، الحاجات الفاندمنتال، وبعد كده تبتدي تبني عليها. تمام. انا هضطر دلوقتي معلش ان احنا نوقف عشان نشوف النتيجه بتاعه السيركت بتاعتنا. طيب السيركت بعد، تمام، السيركت بعد ما عملنا لها الاوبتمايزيشن طبعا اخذت تقريبا 17 دقيقه في الكيو، وبعد كده اخذت 10 ثواني تقريبا عشان يتعمل لها رن، طلعت الستيت فعلا 101. بس هقول لكم حاجه، متى بتيجي تعمل ابلكيشن لكوانتم سيركت على ريل كمبيوتر، على ريل كوانتم كمبيوتر، مش بتطلع البروبرتي 100%، تمام؟ فمثلا هنا ده طلع لي 61.3 حاجات في بيرسنت كابابيلتي، هي فعلا اعلى بروبرتي بس مش عاملينها 100%. ده الفرق ما بين السيري وان انت تابلاي السيركت على الحقيقه، تمام؟ انا مبسوطه ان انا كنت معاكم النهارده، وان شاء الله اشوفكم في سكولز مثلا تانيه مور ادفانسد لو حابين ان احنا نعمل توكس او اي حاجه. شكرا جدا ليكم، مع السلامه.